انتبه معي يا شيخ، ايش قلنا اليوم عندنا؟ اصحاب السدس السبعة. الاول الاب، اب وابن. جاء فرع والد ذكر، الاب ياخذ سدس باقي المسألة من ستة واحد، الباقي كم؟ خمسة. احذف اب وضع جد ايضا، اذا الجد يرث عند عدم الاب وانتهينا. سهل هذا. ام، انتبه يا شيخ، ام وبنت وعم شقيق. اختل شرط من شروط الثلث؟ نعم، جاء فرع وارث سدس مباشرة، والبنت النصف، والباقي المسألة من ستة واحد ثلاثة اثنين. مفهوم؟ سهل. احذف الأم وضع جدة سدس. مفهوم الشيخ؟ يعني هذه سهلة، هذه لا تحتاج إلى درس. طيب أخي، طيب الآن إحنا عندنا من ولد الأم أخ أو أخت لأم، ها، أخ لأم، أخ لأم وعم شقيق. إيش يأخذ الأخ لأم؟ يوجد فرع وارث، أصل وارث من الذكور، جمع لا، منفرد سدس، باقي المسألة من ستة واحد، باقي خمس. انتبه يا الشيخ، هذا مجلس عندكم هنا، تفرقوا شوية، لا تكون، تعال هنا، تعال أنت أبو الأسود، تعال عندي هنا، وخر عنهم. طيب يا أخواننا، انتبه يا الشيخ، عندنا إيه هنا، انتبه معي، انتبه، هذه المسائل هي سهلة بس لابد تضبط. بنت وبنت، ابن وابن، ابن ابن، تمام. ماذا تأخذ البنت؟ لماذا؟ عدم المعصب، عدم المماثل، تمام، نصف. الفرضيين يقولوا أن هذه البنت، هذه البنت فأكثر، بنت ابن فأكثر، تأخذ السدس متى؟ قال إذا كان في المسألة بنت لها النصف، إذا كان في المسألة بنات لا تأخذ شيء، يعني لا تأخذ فرض. مفهوم الشيخ؟ إذن اسمع، قال بنت الابن، أنا أقرأ لكم الشرط الآن، بنت الابن فأكثر، واحد اثنين إلى ما شاء الله، تأخذ السدس إذا كانت في المسألة بنت واحدة لها النصف. هذا الشرط الأول تحقق. الشرط الثاني، وألا يكون معها معصب، في معصب ابن ابن؟ لا. إذا تأخذ كم؟ وهذا الباقي، مسألة من ستة، ثلاثة واحد اثنين، صح؟ اجمع ثلاثة زائد واحد أربعة، إيش هذا؟ هذا هو الثلثين. إيش قالوا؟ قالوا أن نصيب البنات إيش؟ البنات الثلثين، فقالوا إذا بنت واحدة وجات بنت ابن هذه تكمل مع هذه الثلثين، لكن إذا اكتمل الثلثين ليس لها شيء. مفهوم؟ طيب أعطيكم مثال ثاني، حتى لو هذه ثلاثة، قل خمسة، خمسة بنات ابن أيضا لهم سدس. مفهوم الشيخ؟ واحدة فأكثر. انتبه يا الشيخ، عندنا مسألة فيها أربع بنات، بنت ابن وعم شقيق، البنات ايش ياخذوا؟ هل هذه تأخذ سدس؟ لا، الفرض راح انتهى. إذن الثلثين صفر، الباقي ثلاثة اثنين صفر واحد. مفهوم؟ مسألة جديدة، بنت، بنت ابن، ابن ابن، البنت هذه ايش تأخذ الأولى؟ هل هذه تأخذ سدس؟ لا، جاء معصب. مفهوم؟ إذا جاء المعصب خلاص ما تأخذ فرض، يأخذ ايش؟ الباقي سويا، اثنين واحد، والباقي بينهم واحد. مفهوم اخواننا؟ نفس هذه الأخت لأب أيضا، الأخت لأب قالت أنا أيضا أخت مع من؟ مع الأخت الشقيقة، أعطوني إيش؟ السدس، تكملت الثلثين، أسهل ما يكون. أخت
شقيقة أخت لأب ابن أخ شقيق. يلا يا شيخ، أخت شقيقة الأولى النصف. هذه الأخت لأب قلنا اعترضت علينا وقالت أنا أريد أخذ مثل هذه، ما أخذت، أخذ إيش؟ السدس مع من؟ مع الأخت الشقيقة، أكمل الثلثين، شرطها نفس شرط هذه، إذن لها السدس والباقي. مسألتنا من 6 3 1 2، المجموع هذا 4 هو الثلثين، مفهوم؟ لكن جاءتنا أخوات لا تأخذ ثلثين، جاء أخ لأب يعصبها مثل هذا، مفهوم أو أعيد؟ ها طالب العلم يكون صادق، قلنا مفهوم تقول مفهوم، غير مفهوم قل لم أفهم. ها قول إيش بها؟ إيش بالأخ اليوم؟ من يقول؟ اقلب الصفحة، حصلته؟ اقلب كمان، اتركه بس. ولد الأم هو أخ أو أخت اليوم. الولد في الشرع ليس الولد في العرف عندنا، قال اسم ولدك، يقول اسم ولدي خالد، في الشرع لا، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الولد في الشرع يشمل الذكر والأنثى، أما عندنا في كلامنا الولد ذكر، مفهوم الشيخ؟ تمام. غيره؟ ها على إيش؟ من هذا؟ تعال اطلع، تعال عندي هنا، على من؟ اي فيهم؟ على اي واحد؟ على الام. ام؟ طيب زوجة وام وابن، تمام. انتبه معي يا اخي، تعال هنا عشان تشوف. الزوجة ايش تاخذ؟ اخر كلام، والله انتم اهل نجران مع الزوجات والازواج، والله مشكله، خاصه الزوجات، واللي يعطيها النصف واللي يعطيها ثلثين ثلث، وما شاء الله 4/4 اعطاها واحد، 4/4 والله المساله من 4 طلع 4 كلها للزوجه، حسبنا الله ونعم الوكيل، ضيعوا الفرائض مشكله. الزوجه تاخذ الثمن، الام سدس مباشره فرع والد، مساله فيها ثمن والسدس من كم؟ 24. الثمن والسدس والباقي كم؟ 17. هذه محفوظة، ما يحتاج تحسب، أنت الآن بعد فترة تجد أن المسائل خلاص محسوب. أنا كيف أصحح؟ أنا لو وجدت هنا 10 13 أعرف المسألة على طول خطأ، مفهوم؟ خلاص. أجيب مثال أيضا على الأم ولا على من؟ انتبه معي، زوجة وبنت وبنت ابن، خلاص، وأم، والله ما أبغاها الطول أنا، أم يلا، عام، زوجة بنت بنت ابن أم باقي، مسألة من الثمن والنصف والسدس 4، خلاص. كم صرنا؟ هذا الواحد، ما شاء الله عليك، تمام، ممتاز، مفهوم أخوانا؟ أنت لا تخاف، لو يضع عندك 25 وارث، اللي يرث ورثه، واللي ما يرث صفر. نعم، اشبه، ها اشبه، تبي تعطيها النصف؟ كيف تعطيها النصف؟ قلنا ما ترث النصف وجود البنت، لها ايش؟ السدس تكملت الثلثين. يلا بسم الله، حلو اخوانا، بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اخواننا الان انتهينا من الفرائض كلها، باقي معك، ترى مشكلتكم يا شباب انك انت الان اي مساله تجيك يا اخي ارجع للكتاب، لانك المسألة بعض الشروط انت غير ضابطها، صح؟ اي نعم يا اخي، امشي افتح الكتاب امامك، يسموه هذول في
المدارس هذه الأكاديمية يسموه إيش؟ افتح الكتاب، وبالإنجليزي يقول open book، موجود عندك الكتاب، موجودة عندك الشروط. يا أخي لا تستعجل، خطوة خطوة. تجيك مسألة فيها، انتبه معي، بنت ابن، أم مثلا، أم أب، عم شقيق، ما في إشكال. بنت، ارجع لشروط البنت، متى تأخذ النصف؟ افتح الكتاب انظر في الشروط واحدة واحدة اخواننا، حل، ما عندك إشكال، مفهوم؟ لكن مجلس تعاون لا، يعني مجلس تعاونك تتعاون مع زملائك، لا، تشوف حل زميل من زملائك، خطأ، هذا ليس بصحيح. أنا أستطيع أجاوبك يا أخواننا، أنا أستطيع الآن بفضل الله حل كل التمارين، من يستفيد؟ أنا. لماذا نحن نصحح الآن؟ نصحح حتى أنت تعرف خطأك، وإذا وضعنا خطأ على المسألة اتركها، لا تأتي تعدل عليه، اكتبها من جديد بدون حل، لأن إذا عدت نفس المسألة ستقع في نفس الخطأ. اكتبها من جديد وحلها من جديد وطبق الشروط عليها. طيب يا شباب، مفهوم أخواننا؟